السلام عليكم. السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وصحه جيده في النهار يا ربي. نانا قالت لي بغات الحنه، قالت لي بغيت هذا اللون ديال شعري يبقى عندي ولكن ناتورال. قلت لها مسكينه الصبان غادي ما كديها تقريبا. كنتي بولطي بنتي راتي انت سيغون ميسي تنورت انا غلطت الميسي مره واحده في الشهر. قالت لي تندير صباغه وتضراتها في راسها، قالت لي مابقاش قاده عليها وطيحات لها الشعر بزاف شعرها غير كيتسرسر في الدار. وانا نقول لها علاش ما تبقايش ديري الحنه، قالت لي الا كانت تخرج لي شعري احمر ديريها ليا. قلت لها انا غنديرها لك، غادي تجربي المره الاولى، المهم راه هي طبيعيه ما غادي تضرك ما حتى شي حاجه، عجباتك ديريها ما عجباتكش ما ديريهاش. قالت لي صافي ماشي مشكل. عندي فالكوزا ناشرين الحوايج وشافت واحد التيكو طاحو ناضت غتعوض في بلاصتو وغترجع. المهم انا مشيت عند الكزار تقدينا من عنده داكشي اللي خاصنا وكانت عنده الحنه. دابا نخلي لكم حتى الفيديو ديال الكزار تشوفوا منين تقديناها وداكشي. ها انتم شوفوا معايا هكا هذه الحنه، ها هي حنه صحراء تزيين. شو قال لي راه الشعر كلشي، انا ما عمري استعملتها الصراحه، انا عندي ديال الدار كتجيب لي دائما امي. ها هي فيها 20 غرام 100 غرام فيها 100 غرام، هذه غنديروا النص ديالها معايا شعر قليل غنديروا 50 غرام. عندها داكشي ديال الصباغه ديالها هاد الباسكيطه ديالها وداكشي. قلت لها خاصك ديري معاها الرمان وسميتو الباربا وداك الكركدي وداكشي. قالت لي هاد المره جربيها ليا غير بوحدها، حتى المره الجايه الا عجبتني وداكشي غنبقى نديرها وغادي ندير معاها كلشي داكشي صافي. يلا هانتي انا غادي سميتي لاكوا يلا بيانا. هي غدير الماء بشويه بشويه غتخلطها، المهم راه غير الحنه راكم عارفين. ولا عندكم افكار ولا شي حاجه واللي مولفه كديرها دائما خليوها لينا في التعاليق باش نعطيوها نصيحه واش كديرها دائما. مترين بوربو كاكو non toccare le mani diventano rosse eh. هيا غتخلطها دابا مزيان. اوكي هذه الصبا صالكو وانتم ها الشعر ديالنا انا دابا هيا صافي. وغادي ندير انا ليكات باش ما نوسخش يديا. ها سي سي بريما دي dove c'è tanto dove bianco sì. Non lo so, paura questo no non no non io non tocco niente, ma non è che non va via solo che devi lavare subito un po' ponere questo sì. Poco e tu no e mi ci fu ma adesso sto الشعر ديالك يدير هنا لتحت بيض تيبان لكم واضح. اوكي صافي دابا غنجيب الحنه بسم الله وغنبدا نهز ونشقق لها. غندير لها الجذوره هما الاولين حتى نشقق ليها مزيان الجذوره عاد باش غادي ندير لها الشعر الفوقاني. تندير لها غير بشويه بشويه ما كنقصش ليها حتى شي جهه لان مسكينه عندها شيب بزاف نايض لها شيب بزاف نايض ليها كاع في راسها تقريبا كله عامر ليها من لي غاسين ديالها بالشيب. كندير لها غادي غاب التفريقه كنفرقها بشويه تنكمل كل تنشقق ليها كلشي وتنعقب عاوتاني الفرق كيف ما كتشوفوا معايا هكا. وكندير لها زعما صراحه تبقى فيا ظريفه ويعني تستاهل اي حاجه يديرها مع الواحد تستاهل طيبه بزاف ماشي غير شويه. ما يعني واخا نشكر لكم فيها التعييت صراحه ما غاديش نقول لكم كاع داكشي اللي فيها صراحه ظريفه وصافي باختصار تستاهل اي حاجه. المهم درتيها الحنه ونتمنى انها تعجبها وتخرج ليها زوينه كما بغاتها هي. المهم ها انتم كيف ما كتشوفوا معايا كندير لها غاب الطرف كملت لها هذا النص هذا وصافي. قالت لي مسكينه بلي ما تدوري انت هي للجهه الاخرى وكتساعد بزاف. قالت لي غندور انا الكرسي الاخر مشات هي دارت لهذيك الجهه باش تتقابل معايا صافي. ودرت ليها الجهه الاخرى عاوتاني بنفس العمليه كتموت على هاد اللون راه كاع الالوان دايراهم في شعرها خارجه عليها الصباغه على راسها كدير الصباغه بزاف على راسها. قلت لي صافي دابا لو وافقتني الحنه ما بقى ندير حتى شي حاجه ونتمنوا الخير ان شاء الله صافي. من بعد ما كملت ليها وبقيت تنمصيه ليها ضروري خاصني نمصيه ليها باش نوصل ليها هذيك الحنه كاع لكل شيء جذوره كاملين باش ما يبقاش ليها شي بنايض شي بلاصه يبان ليها ولا شي حاجه مع خفيف راسها كيبان ليها كل شيء. دابا شي حاجه غتبان ليها دغيا وصافي. وانا كنمصيه ليها كيف ما كتشوفوا معايا هكا صافي. وجمعت ليها الفوق وغطيت ليها بالبلاستيك
درت لي هذاك البوني لتحت هو الاولاني، ودرت لي عاوتاني واحد الميك اب فوق كيف ما تشوفوا هكا الميك عليها. يا صافي دابا غادي تخليه واحد 3 سوايع ولا 4. ها هي دابا جلست فرحانه قالت لك صافي تتسنى في النتيجه دابا انت كيفاش غيخرج ليها. بالنسبه لهاد الحنه راه هي خاليه من المواد الكيماويه، هادشي اللي مكتوب فيها، انا ثقت في داكشي اللي مكتوب فيها صراحه. والمهم قريت التعليق ديال الجزائر، قالوا لي البنات راه فيها مواد كيماويه وداكشي. المهم راه ما مكتوباش، انا غنسكرينيها وغنخليها لكم هنايا الفوق باش غتقراو داكشي المكونات ديالها وكيفاش كاتبين عليها. والمهم قلت لها راه لو وافقاتك راه ديك الساعه غادي نبقى نصيفط لها الحنه ديالنا ديال المغرب اللي كندكوها كدكو امي في الدار وداكشي، نصيفطها ليها وتبقى ديرها هي بالطريقه ديالها. بالنسبه للصباغه اللي كدير، لقيت في التعاليق قريت الفيديو اللي فات تعاليق، غادي نجاوبكم هنايا. نخلي لكم الصباغه ديالها هنايا في هاد لا فوتو، هادي حتى هي الفوق غتشوفوا هادي الصباغه اللي كدير نانا اللي بغات تشريها ولا شي حاجه. نانا تاو لبسات البينوار وغطات راسها، قالت لي باش ما يجينيش البرد وجلسات هنا. كنا كنفرج فيديو، قلت تفرجنا في واحد الفيلم وهي تقول لي دابا غنوريك حتى انت كي كاضي لنا. قالت لي بغيتي تشوفي نوري لك، انا ما شفتش هي، قالت لي غادي اشتو. اوكي رانشوني سي سي بيتا ديانا. هاي الصفه ساعتين انا نو نو 3 ore ايه علي 3 abbiamo fatto avevi cosa tu questo questo sì devi prendere. ايكو برافو، متي الالترو صافي. دابا غتسنى ملي غادي توصلها وغادي نوري لكم النتيجه ديالها كي خرجت الحريره معاها. بايلو سبيكيو سي نانا غسلات شعرها، انتم شوفوا معايا كومي نانا بياتشي جالو سوتو. كيف ما تشوفوا تنشفوا لنا شعرها الوستي ميا شي كلنا هذا الشيء شو قيام بو فيديو انا شو بدك طويل غديروا غنشفوا ليها وغنشوفوا واش خرجنا ليها ولا تخلي دابا يطول باش غطي لينا بعدو وديها لتحت قالت بغاتها طويل ومن الجنابي قصير هكاك ماشي مشكل. المهم راه كنجبدوا ليها فيه دغيا غير كينشف ليها. I bianchi comunque non ci sono, non ci sono più bianchi nana. Ma poi diventeranno tutti così, un po' più chiari, diciamo, diventeranno tutti uguali. Sì, dopo tutti uguali, perché adesso c'è il colore dell'olio. C'è il suo colore. Piano piano va via questo. Sì, ma io, due settimane cresce? Cresce. Sì, sì, tagliamo un'altra volta un po' qua dietro e lasciamo solo qua. Ok, sì. Ti piace nonna? Sì, sì, bene, grazie. Okay. Yalla, quello lì che c'è come il look di nonna. Qua poco, qua poco. Non fa niente, ancora colori, capito? Una settimana. Lo fai ancora? No. Oh. Ok. Sei contenta? Ti piace o no? Sì, sì, sì. Sì? E la colorina rai di Elkom per il henna, che c'è nana. Un ti mene nel piacere di Elkom al video, ci c'è come il canetto e il video cadere, inshallah. Su, già un video. Inshallah, inshallah.